زيت جوز الهند ولا زيت الزيتون؟ ترى مين فيهم اللي اقدر استخدمه لتسريح شعري كل يوم؟ مين فيهم اللي هيرطب الشعر اكتر؟ هاي بنات، واهلا بيكم معايا في يوم جديد وفيديو جديد على قناتي. انا دكتوره دينا محفوظ، انا صيدلانيه واخصائيه تجميل وعنايه بالبشره والشعر. املكوا هنا على القناه فيديوهات كتير تخص التجميل والعنايه الصح ببشرتنا وشعرنا، وعندي اكونتات تانيه برضو على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام، فيها ستوريهات وفيديوهات تانيه كتير تقدروا برضو تتابعوني هناك. اسئله كتير جدا من البنات على موضوع تسريح الشعر بالزيت كل يوم. طبعا السؤال الرهيب اللي بنتسال فيه دايما، الزيت احسن ولا الكريم؟ الزيت احسن ولا السيرم لتسريح الشعر؟ بس انا النهارده مش جايه اقارن ما بين الكريم والسيرم والزيت، النهارده جايه اقارن ما بين اتنين من اكتر الزيوت المعروفه بين البنات واشهر زيوت احنا بنستخدمها، هما زيت جوز الهند وزيت الزيتون. اتنين حلوين جدا للشعر، الاتنين بيرطبوا الشعر جدا، الاتنين فايدتهم للشعر رهيبه، ولكن بقى احنا بنحتار مين فيهم الافضل ان احنا نسرح بيه، ومين فيهم المناسب لنوع شعري، بمعنى اخر مين فيهم اللي اقدر اعتمد عليه لتسريح شعري كل يوم. خلينا كده نمسك كل زيت لوحده وهقول لكم مميزاته وهو مناسب لاي نوع شعر. اخر الفيديو هقول لكم بقى على تبس تحفه كده سريعه عشان تعرفي تسرحي شعرك بالزيت صح من غير ما ينشف شعرك، عشان يقلل الهيشان والتقصف وعشان تاخدي منه افضل نتيجه. تابعوني بقى لاخر الفيديو. هنمسك كده الاول زيت جوز الهند. زيت جوز الهند من الزيوت الجميله اللي تحفه للشعر. هو زيت قوامه تقيل حبتين، بيتجمد في درجه حراره الغرفه العاديه، بيمتص سريعا جدا جدا من فروه الراس، وكمان بيخترق الشعرايه بسرعه. رغم من تقل قوامه ده فهو برده اختراقه للشعرايه حلو جدا. زيت جوز الهند بيعوض البروتين المفقود من الشعرايه، معنى كده ان هو بيساعد على اصلاح الشعرايه، كمان هو بينظم افراز الدهون في فروه الراس، كمان بيقلل من موضوع القشره، يعني اقدر اعتبر زيت جوز الهند علاج للقشره، عشان كده دايما بنلاقي شامبوهات القشره بتلاقيها بخلاصه زيت جوز الهند، بخلاصه جوز الهند والحاجات اللي احنا بنشوفها دي. فمن كل اللي انا قلت عليه ده ان هو بينظم افراز الدهون وان هو بيقلل القشره، فمعنى كده ان زيت جوز الهند مناسب اكتر لاصحاب الشعر الدهني، لان هو بيخترق الشعرايه وبيصلح الشعرايه وبيعوض البروتين، ولكن ترطيبه للشعرايه نفسه مش قوي، يعني هو مش عالي الترطيب للشعرايه، هو بالعكس بينظم افراز الدهون في فروه الراس، خليش فيه افراز دهون عالي قوي في فروه الراس. نيجي بقى لزيت الزيتون. زيت الزيتون عكسه تماما، يعتبر زيت خفيف، برده بيمتص بسرعه جدا من فروه الراس، بيخترق الشعرايه بسرعه جدا برده، ولكن زيت الزيتون هنا بقى ترطيبه عالي جدا عن زيت جوز الهند، كمان هو حلو جدا في ترميم الشعر، يعني بيرمم ويصلح طبقات الكيراتين المتقطعه المتفتحه دي، معنى كده ان هيساعدني على تقليل الهيشان وتقصف الشعر. من كل ده بقى نستنتج ان هو حلو جدا لاصحاب الشعر الجاف. جوز الهند حلو قوي لاصحاب الشعر الدهن انهم ممكن يسرحوا بيه، وزيت الزيتون حلو قوي لاصحاب الشعر الجاف انهم يعتمدوا عليه في التسريح. طبعا الافضل ان انا ما استخدمش كل زيت لوحده، يعني زيت جوز الهند مثلا اعمله ميكس مع زيوت تانية اساسية ويبقى هو الزيت الحامل بتاعهم، وكذلك زيت الزيتون اعمله ميكس مع نقط من الزيوت الاساسية التانية ويبقى هو الزيت الحامل بتاعهم عشان استفيد اكتر وانا بسرح شعري. طيب لو انا يا دكتور بقى شعري جاف، عندي زيت جوز الهند وعاوز استفيد من الترميم بتاعه ومن اصلاح البروتين ومن كل المميزات اللي فيه دي، استخدمه ازاي؟ ساعتها بقى انا هستخدم زيت جوز الهند كحمام زيت، مش هستخدمه للتسريح اليومي، يبقى على قد كده ساعتين مره لمرتين في الاسبوع واغسله كويس جدا بالشامبو بتاعي. يعني زيت جوز الهند هدفيه واحطه على فروه الراس بتاعتي وعلى الشعر كله، وبلبس البني بتاعي ساعتين كده وبعد كده بغسله بالشامبو كويس جدا عشان اتخلص من اي بواقي للزيت. نيجي بقى للتبس السريعه اللي هتخليكي تسرحي بالزيت صح وترطبي شعرك بيه كل يوم من غير ما ينشف شعرك ولا يقصف. اولا لو انا هستخدم الزيت ده كحمام زيت، يبقى من الافضل ان انا ادفيه الاول عشان يكون امتصاصه اسرع من فروه الراس. ثانيا حمام الزيت يا بنات احنا بنستخدمه على فروه الراس وعلى الشعر نفسه، بنحط منه كميه كبيره، كميه حلوه كده على فروه الراس وعلى الشعر نفسه، وبنسيبه ساعتين وبعد كده بنغسله بالشامبو بتاعنا كويس جدا عشان ما نسيبش اي بواقي، يعني من الزيت ممكن بعد كده تلم بكتيريا واتربه وده يسبب لي قشره وروائح مش لطيفه فيما بعد. انما بقى لو انا هستخدم الزيت كتسريح وترطيب يومي، استخدمه ازاي؟ اولا هستخدم منه نقط بسيطه جدا واسرح بيها الشعر نفسه، ابعد تماما عن فروه الراس. الزيت بتاع التسريح اليومي ما ينفعش احطه على فروه الراس، هي فروه الراس كده كده بتفرز الدهون بتاعتها وبترطب نفسها بنفسها، وبرده الزيت اللي هحطه على شعري بيوصل برده لفروه الراس، واخلي بالي ان انا احط نقط بسيطه في ايدي وارطب بيهم شعري،
مش كل ما هكتر من كمية الزيت هاخد ترطيب اعلى، بالعكس تماما، حتى لو كان شعري جاف جدا برضو لازم استخدم منه نقط بسيطة، لان لو انا كترت من الزيت زي ما قلت في اول الفيديو ده هيتراكم في فروة الراس وهيخلي فروة الراس بتاعتي عرضة للبكتيريا والفطريات، لان الفطريات بتحب جدا جدا الوسط الدهني، وساعتها شعري هيكون عرضة للقشر بعاس روايح مش لطيفة تماما. كمان برضو لو انا كترت من كمية زيت ده هيعمل تقل على الشعرية بتاعتي وممكن يسبب فعلا تساقط الشعر، لان ده تقل ممكن ياخد الشعرية بالذات لو هي ضعيفة ويوقعها. احنا مش كل ما نكتر ناخد نتيجة افضل، احنا محتاجين من الزيت نقط بسيطة جدا للترطيب اليومي. وعلى فكرة يا بنات الزيوت من احسن الحاجات اللي احنا ممكن نسرح بيها شعرنا، ولكن بالطريقة اللي انا قلت عليها في الفيديوهات السابقة، ده قلت عليها دي من احلى الطرق لترطيب الشعر الجاف. حاجتين كده احنا بنستخدمهم ورا بعض، حاجة بنحطها قبل الزيت هيخلي مفعول الزيت تحفة ويودي شعرك في حتة تانية تماما. اللي عاوز يشوف الفيديو يرجع للفيديوهات السابقة وانا هحط لكم اللينك بتاعه هنا فوق. يا رب يكون الفيديو عجبكم يا بنات، ويا رب ما اكونش طولت عليكم. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش لايك كتير للفيديو، لان اللايك بيفرق جدا مع الفيديو وبيخلي اليوتيوب يقترحه لناس اكتر. وما تنسوش تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش معايا.